السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي قدامي ساعة ريتم ياباني، ساعة ريتم ياباني بتشتغل بحجر طرش، فيها يوم وتاريخ وبندول زي ما احنا شايفين. الساعة دي بتدق كل نص ساعة، وكل حسب الساعة بتدق، يعني مثلا لو الساعة 10 بتدق 10 دقات، الساعة 12 بتدق 12 دقة، وهكذا. الإطار بتاعها مستطيل بني، أهو بني. في الميناء بتاعتها ذهبي. الساعة دي طبعا متعلقة على الحيطة زي ما احنا شايفين كده، وشغالة بندول زي ما قلنا، وإن شاء الله الساعة داخلة على 12. هنسمع دلوقتي 12 دقة. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. دي ساعة رتم ياباني بتدق كل نص ساعة، وبتدق حسب الساعة، لو الساعة 10 بتدق 10 دقات، وهكذا. طبعا فيها يوم وتاريخ، بتشتغل بحجر طرش، اللون بتاعها بني، الميناء بتاعتها ذهبي، وعلى شكل مستطيل بباب طبعا. وان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.